الأربعة راحوا والعدد تسعة راحوا والعدد اثنين راحوا. الله أكبر على الحكومة وعلى الجامعة علينا. أين أبناؤنا؟ سؤال موجه للسلطات الحكومية من نساء عراقيات مكلومات على تغييب أبنائهن لسنوات دون رجعة. السخط كبير هنا في وقفة احتجاجية غاضبة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار نظمتها أمهات المغيبين والمفقودين، حيث طالبنا الحكومة في بغداد بالكشف عن مصير ذويهن. تسعة ذولا ولدي، تسعة ولدي شخصيا، بس أنا راح حولي تسع ولد. والله شو أقول لك، أطفالهم ظلام، زوجاتهم ظلام، أي والله تعبنا، والله تعبنا، والله تعبنا. راحوا الاثنين واثنين اندفنتهم، قاعدين نمشي على الجيش. والله قالوا الجيش وجينا علي نركض، قالوا الجيش، والله والله. دموع الحسرة على فقدان فلذات الأكباد لا تتوقف منذ نحو سبع سنوات على اختطاف المئات من الشباب والرجال في سيطرات الأجهزة الأمنية الحكومية وأخرى تابعة للميليشيات، حيث تروي أمهات المغيبين جزءا يسيرا من الفواجع التي شهدناها. طلعنا من يم هاي أبو فيار، وإحنا نمشي إحنا والزلم جميع، عزلوا الزلم واحد والنساء واحد، وعزلونا واحد، إحنا النساء أخذونا وأخذوا الزلم، عبونا إحنا بسيارات وطلعونا وظلموا الزلم وأخذوهم ورانا. وهاي يا أخي ما أقول لك، أنا أربع ولد، والله هالأربعة عندي، وما عندي ولا سلا ولد ولا تلا، ما عندي غير الأيتام مربيها. ولعل إحدى زوجات المغيبين لخصت حال السياسيين المتكالبين على المناصب في موسم الانتخابات واستغلالهم لمعاناة السكان بأساليب وصفت بالرخيصة. هي هيك يعني بوقت الانتخابات ما راح يظل شبش وما يجي، كلهم يحضرون، والله ما زلم يدورون كذب، ما يدورون زلم، لأن هم صعدهم بزلمنا، أخذهم زلمنا باعوهم وصعدهم بزلمنا، وهسه على الكراسي وتبريد، وليدنا ورا البوب، وليدنا ورا البوب المي مو شبعانين، لأن زلمنا ندري بها موجودة، موجودة زلمنا مخفيين خصرا. هذا وغيره الكثير من مآسي وآهات ذوي المغيبين قسرا بانتظار معرفة مصير أبنائهم، ملف بات منسيا لدى الجهات الحكومية رغم مرور سنوات على انتهاء الحرب.